يمر على البعض أيام وليالي ما قرأ آية واحدة، بينما تجد سيارته مليانة من شيلات ومن وجواله مليان شيلات ومليان شعر ومليان بلاوي. هذا انسلم من البلاوي الأخرى. والشيلات الآن احتالوا على الموسيقى حتى جابوها، أصبحت كلها موسيقى. فيا إخواني، يعني الشخص الذي لا يهتم بالقرآن والله قلبه خاوي ويعد مريض، وقد تخترمه الفتن الكثيرة لأنه ما عنده حصانة. القرآن، تذكر يا عبد الله أن الحرف الذي تقرأه بعشر حسنات، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ويقول جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، تجارة عند الله، تجارة مع الله عظيمة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من مجاهدة النفس تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والمحافظة عليه. على الأقل ما احنا قايلين لك أعيده كرره كل 3 أيام ولا أسبوع، على الأقل جزء واحد في اليوم. أنا أعرف مشايخ لا يقل وردهم في اليوم عن جزء واحد. أخونا الشيخ عبد الله عمر الله يشفيه 5 أجزاء يقرأ، لا لاحظته وسألته مع أنه ما كان يريد الإجابة، لكن جيته منه ومنه لين أجاب. كان زميل لنا اسمه مصطفى أبوه شنقيطي يقرأ ما يمكن يترك الورد 3 أجزاء 4 أجزاء في اليوم. نزاملته وسافرت معه في خارج المملكة، وكثير كثير من خصوصا إخواننا الشناقطة اللي موفق الله منهم أهل الطاعة منهم ما شاء الله تبارك الله، هم أفضل الناس أحسن الناس محافظة على تلاوة القرآن. بعدين يا إخواني، تلاوة القرآن ذكر لله، فيها حياة القلوب، فيه متعة قلبية، متعة إيمانية. عندما تقف عند كل آية تسأل الله من فضله إن كانت آية رحمة، وتستعيذ بالله من عذاب إن كانت آية عذاب، وتتأمل آيات الأسماء والصفات، وتتأمل آيات التي ورد في الأمة السابقة وما جرى لهم وما حصل لهم من عذاب. والقرآن كله خير، كله خير. تتأمل: أفلا يتدبرون القرآن. انتبه لهذه الآية خطيرة يا شيخ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. الذين لا يتدبرون القرآن، لا يقرؤونه بتدبر، قلوبهم مغلقة مغلفة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني يكسبك حياة، يكسبك إيمان قوي، يقوي إيمانك، يجعلك حتى في معرفة أحكام الشرع. يعني بعض الآيات واضحة حتى بدون دراسة، والبعض تحتاج إلى دراسة وتعلم، لكن القرآن يرسخ في ذهنك أحكام الشرع، يرسخ في ذهنك الإيمان الصادق، يقربك من الله، يجعلك دائما مع الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان مثل ما أشار أخي في مقدمة كلامي، يعني ما لا ندري ماذا يعرض لنا، ننام وقد لا نقوم، نقوم وقد لا نتمكن من القعود، تكون هي القاضية، وهكذا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خلي صلتك بالله دائما يا عبد الله، ومن أعظم توثيق الصلة بالله عز وجل القرآن الكريم. من أعظم توثيق الصلة بالله عز وجل قبل أن تنام اقرأ القرآن، إذا كنت من النوم اقرأ القرآن، وأنت في سيارتك. ترى في أوقات نحن نضيعها هدر. أضرب لك مثال:
لما تخرج من بيتك عندك مشاغل ومعافسة الضياع والزوجات وما إلى ذلك. لكن بقول لك يا أم تمشي، لما تمشي للدوام الصباح قدامك أحيانا نص ساعة، فيما تقضيها؟ عندما تعود كذلك، عندما يسر الله لك قيام بنصف ساعة ولا ساعة آخر الليل، بما فيما تقضيها؟ في ناس يستغلون حتى الفراغ اللي في بين المحاضرات وبين الحصص، يستغلونها بطاعة الله سبحانه وتعالى. والله أني أعرف واحد موظف عادي حتى تخصص إنجليزي، سبحان الله ما يمكن يفوت فرصة ما يقرأ فيها شيء من القرآن، بين في العمل أثناء العمل، لكنه مهتم بالقرآن، وإن لم يكن يحفظ لكن قراءته جميلة ويقرأ القرآن قراءة صحيحة ممتازة. فيعني على المسلم أن يجعل له وردا. خلينا ما نبغى نطول عليك، كم يأخذ منك الجزء مع الترسل؟ خليه نص ساعة، ثلث ساعة مع الحذر شوية. إن الحفاظ يستطيعون يقرؤون في سرعة، أنا أقول خلك تقرأ وسط نص ساعة أو 25 دقيقة الجزء الواحد. فإذا علينا إخوتي تعاهد هذا الكتاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل من عقولها الضم. والله تأخذ عنه أسبوعين ضيع أبد، وأشكو أمري إلى الله، أنا ممن يعاني من هذا البلاء. إي والله نضيع كثير، والله يوم أجي بقرني بس نسأل الله العافية، سأل لا يكون يعني هذا عقوبة. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وأن نحرص على تلاوة القرآن.